ويحس بخطوره الارهابي ابراهيم الزيات وارتباطه بالشبكه العنكبوتيه في اوروبا. طبعا ابراهيم الزيات كان حكم عليه بالسجن زي ما قلت لحضراتكم، ولكن حصل على عفو. مين اللي عفى عنه؟ ارهابي جاسوس اسمه محمد مرسي عيسى العياط، طلع قرار 2012 بالعفو عن مجموعه من الارهابيين محكوم عليهم باعدام، منهم غريب الشحات ده كان محكوم عليه بالاعدام اصدر عفو عنه، حسن خليفة محكوم عليه بالاعدام اصدر عفو عنه. دول قتلة، دول قتلوا ضباط شرطة وقيادات شرطة ومواطنين. احمد عبد القادر بكري نفس الحكاية، دول كانوا واخدين اعدام وكانوا منتظرين تنفيذ احكام الاعدام. مرسي طلع قرار بالعفو عنهم. اصدر عفو عن مين كمان الجاسوس مرسي العياط؟ عن ارهابي اسمه ابو العلا محمد عبد ربه. مين ابو العلا عبد ربه؟ ده احد المتهمين في اغتيال الدكتور فرج فوده. فرج فوده سنه 92 مع ارهابي اسمه عبد الشافي رمضان. ابو العلا ده ادى السلاح الالي عبد الشافي، راح استنى دكتور فرج فوده وكان طلع فتوى وقتها منهم هم فرج فوده ده عمل مناظره في معرض الكتاب، وبعد كده كان هيعمل مناظره مع الغنوشي والغنوشي هرب بره ما راحش المناظره، قالوا لا ما فرج فوده هينتصر عليك ويهزمك وشكلنا هيبقى وحش ما تروحش. قعدوا يستنوا فرج الغنوشي يروح ما راحش. هنا عمل مناظره وكان كذا حد يعني كذا حد، وطلع بعد المناظره ديت فتاوى باهدار دم فرج فوده، دكتور فرج فوده. وانتظروا اتنين من اعضاء الجماعه الاسلاميه ارهابيه في مدينه نصر. رحت وقتها غطيت الحادثه دي، وقتها كان اللواء محمد عبد الحليم موسى وزير داخليه. جرينا كنا في الاهرام، جرينا المكان الحقوا اغتيال دكتور، روحنا بيته عيلته بيته اهله والمكان قصه يعني مش هوجع دماغه كتير يعني. فاغتالوا الدكتور فرج فوده، اهدروا دمه في ذلك الوقت وقتلوه واغتالوه. عشان الراجل بيقول رأيه، كان بيقول رأيه، كفروه. فمرسي أفرج عن أحد قتلة الدكتور فرج فودة. أفرج عن مين تاني؟ عن وجدي غنيم الإرهابي الإخواني. عندكم القرار ولا ما عندكوش؟ عندكم الصورة ولا لا؟ صورة القرار عندكم؟ طب ما تنزلوا بيها عشان الناس بس تبقى شايفه بس قرارات يعني. منشور على صحيفه الوطن طبعا. واعفى عن الارهابي ابراهيم منير اللي هو وعلي غالب همت اللي لسه بكلم حضراتكم عليه. ده كان محكوم عليه ايضا في قضيه التنظيم الدولي، دول كلهم كانوا في قضيه التنظيم الدولي. ويوسف ندى وابراهيم الزيات رقم 21. مين اللي اصدر عنه عفو؟ الجاسوس محمد مرسي العياط. قدامكم الاسماء اهي. قدام حضراتكم الاسماء اهي. اصدر عنه. وفي واحد رقم 12 عبد الحميد عثمان موسى، ده كان محكوم عليه باعدام. ده قتل اللي هو محمد عبد اللطيف الشيمي مساعد مدير امن اسيوط سنه 91 في اسيوط، ومرسي عمل عفو عنه، اداله عفو. قتله وارهابيين ومحمد، ما هو واحد منهم، محمد مرسي واحد منهم. هو مرسي يعني ايه؟ واحد منهم، واحد من الارهابيين دول. فحضراتكم ادي ابراهيم الزيات اللي النهارده المانيا بيتاخد المجلس الاعلى للمسلمين في المانيا بياخد اجراءات بتجريد الارهابي ابراهيم الزيات من كل المناصب اللي كان يتولاها، منها المركز الاسلامي اللي لسه بكلم حضراتكم عليه وقصته، وكانوا عملوا انتخابات امبارح، وطبعا لانه في تحديات كبيره والاخوان وانتشارهم في المانيا وانتشارهم في العالم وانتشارهم في الدول الاوروبيه،
وكان النهاردة بداية وبداية صفحة جديدة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية في ألمانيا. نشرت وثائق التنظيم الدولي جزء